مختلف شوية. يعني السنجل مام برا مختلفين شوية، إن هي مش لازم تتفق مع حد إن هو يبقى جوزها. ممكن تروحي تلاقي متبرع، المتبرع ده بيبقى في بنوك، بتروحي تعملي عملية التلقيح وبتخلفي وبتبقي أم وإنتي سنجل من غير ما حد يوجع دماغك. أما هنا في مجتمعاتنا العربية طبعا لازم نحور المواضيع شويه.